السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في برنامج الاكسل هنشوف داله اسمها راوند اللي هي التقريب. على سبيل المثال مثلا ده رقم عايزين نقربه، فهقول له يساوي راوند وتاب، وبعد كده هديله الرقم اللي هنا، هقول له مثلا عايز تقرب لي الرقم دوت، وبعد كده فاصلة واقول له قربها لي اقرب زيرو. تمام، فيقربها بدون كسور عشرية فقربها الواحد. طيب لو انا عايز مثلا 2 كسر 10 فيبدا يقربها 1.02. شايف اللي بعد الاثنين واحد، تلاقي الواحد اقل من النص فراح مخليها 1.02. طيب لو انا قلت له خليها الاقرب 3، طيب لو انا جيت هنا وقلت له خليها 0 زي الاول وبدات اسحب كده، هتلاقي ان هو اوتوماتيك ما دام اقل من النص بيقربها للي تحت، يقربها للواحد. لو هي اكتر من النص يروح مزود يخليها للرقم اللي فوق. طيب عندي داله ثانيه بتساوي راوند داون، راوند داون هديله الرقم وبعد كده هقول له مثلا 0 قربها لي الواحد. هو داون يعني ما دام ما وصلش لاثنين فبيقربها الواحد، يعني حتى 1.9 بيحسبها الواحد. في حاجه ثانيه راوند اب، اديله الرقم واديله برضو التقريب اللي انا عايزه، هيبقى حتى لو اصغر بحاجه بسيطه خالص يروح مقربها للاب بشكل ده.